الحكومات السابقة في تونس لم تنجح في إرساء العدالة الجبائية، سواء كان ذلك إرادياً أو غير إرادي. الوضعية اليوم تتأزم أكثر فأكثر مع ارتفاع نسب التهرب الضريبي، أو خلينا نقول التهرب الجبائي، والوضعية العامة للاقتصاد تزداد تأزم. بالتالي وجب التسريع بإصلاح المنظومة الجبائية في تونس. موضوعنا للجزء الثاني في الفترة الثانية من تونس اليوم هو بش يكون الإصلاح الجبائي في تونس، متى وكيف؟ هذا موضوعنا للفترة الثانية، ولكن باش نحكيه في موضوع عنده بعد عربي، وهو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. اليوم يقدم في تونس استطلاع المؤشر العربي لسنة 2014، ويبين بالأرقام وأنه المواطن العربي عنده مواقف سياسية مختلفة في عديد النقاط، منها مثلا الربيع العربي، الحركات الإسلامية والسلطة، دعم أو الإطاحة بنظام بشار الأسد، وأخيرا مثلا مسألة الاعتراف بإسرائيل. نتائج المؤشر العربي لسنة 2014، المواطن العربي بين التفاؤل والتشاؤم. هذا إن شاء الله موضوعنا اللي ننطلق فيه ونحكي فيه بأكثر تفاصيل بعد لحظات. مساء الخير ومرحبا بكم. يتجدد الموعد معكم كما كل يوم الاثنين الجمعة، برنامجكم تونسنا اليوم مباشر على قناة تونسنا بتاريخ 1 أكتوبر 2014. تحية لكل من يشاهد فينا سواء كان في تونس أو خارج البلاد. على كل تنجموا تتواصلوا معنا اليوم وكما كل مرة عبر ثلاثة وسائل: الصفحة الرسمية لقناة تونسنا facebook.com/tunisnatv.official، ثم عندكم الإمكانية الثانية وهي البريد الإلكتروني تونسنا اليوم @gmail.com، ثم الهاتف على الرقم 28 500 652، وإن شاء الله بعد نأخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية. اليوم فاش نحكيه عنا زوز مواضيع، نحكيه في الفترة الثانية على الإصلاح الجبائي في تونس، موضوع هام وهام جدا، متى وكيف، ومن المنتظر إن شاء الله وأنه يكون معنا وزير المالية والاقتصاد سي حكيم بن حمودة إذا تمكن، وعدنا بش يكون حاضر ولكن عنده مجلس وزاري، فإسبرون بيان إن شاء الله وأنه يخلط على موعد الحصة، سينو بش يكون حاضر معنا زوز خبراء اقتصاد وهما سي فيصل دربال وكذلك سي معز الجوتي. ولكن البداية باش تكون مع نتائج المؤشر العربي لسنة 2014، المواطن العربي بين التفاؤل والتشاؤم، عطى رأيه بخصوص عديد المسائل ذات البعد السياسي. يكون حاضر معنا سي محمد المصري منسق وحدة استطلاع الرأي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مساء الخير ومرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا فيك. إذن إقامتك في تونس مازالت إن شاء الله؟ إن شاء الله. مرحبا بك. مرحبا بك على كل. يعطيك ألف صحة على تلبية الدعوة. شكرا. دونك البداية خليها اليوم عودة تقرير على الندوة الصحفية اللي نظمها اليوم كما قلت المعهد أو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي بالأرقام. خلينا نتبع شنو تم تقديمه ومختلف المسائل اللي الاستبيان هذاك أو الاستبيان هذايا معناها أبدأ فيه رأي المواطن العربي في عدد من البلدان العربية، منطقة المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، وبعض البلدان الأخرى من المشرق العربي. ما نزيش نطول، نتموا بعضنا وبعدها إن شاء الله نبدأ حديثنا. ستون بالمئة من الرأي العام العربي يرى أن الربيع العربي سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. هذا ما أسفر عنه استطلاع الرأي الذي قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هذا المؤشر العربي يجري للمرة الثالثة على التوالي، وأجري في 15 مجتمع عربي، فهو أضخم مشروع استطلال الرأي العام في المنطقة العربية. من أهم النتائج التي أظهرها
المؤشر العربي أنه على الرغم من أنه هنالك انقسام في تقييم الربيع العربي ما بين مواطني المنطقة العربية، إلا أن 60% من مواطني المنطقة العربية يرون أن الربيع العربي يمر في مرحلة تحثر، إلا أنه سوف يحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 17% يقولون أنه فشل وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وأضاف منسق وحدة الاستطلاع بالمركز محمد المصري أن أكثر من 80% من المستجوبين في تونس يعتبرون أن التحول الديمقراطي في البلاد سائر في طريق النجاح رغم بعض التعثرات. أكثر من 80% في تونس يرون أن الربيع العربي سوف ينجح في نهاية المطاف على الرغم من هذا التعثر. هنالك أيضا انحياز تام لدى مواطني المنطقة العربية للنظام الديمقراطي، أنهم يرفضون جميع الأنظمة التسلطية أو الأنظمة القائمة على الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي تحظر الأحزاب الدينية أو تحظر الأحزاب غير الدينية، ويرون أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملائمة في المنطقة العربية. أكثر من 80% في المنطقة العربية يرون ذلك، وهذه النسبة بحدود 83-84% في تونس. هذا وقد أكد محمد المصري على أن استطلاع الرأي قد أفرز ثقة كبيرة للشعوب العربية في الجيش والأمن مقابل نسبة ثقة محتشمة في الحكومات والمجالس التشريعية. هنالك ثقة في الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية، إلا أن الثقة متدينية في الحكومات وفي المجالس التشريعية، وسبب ذلك أن الأولوية الأولى الآن لمواطني المنطقة العربية هي الأمن والاستقرار. بالخلاصة، الرأي العام العربي اليوم ينظر إلى أنه يريد الديمقراطية، يريد الحريات العامة والسياسية، وأولويته الأولى والأساسية هي الأمن والاستقرار، أي أنه يريد أمن واستقرار من ناحية ويريد نظاما ديمقراطيا من ناحية أخرى. نبدأ حديثنا في المؤشر العربي لسنة 2014. سي محمد، تقريب أنا باش نبدأ من آخر كلمة ليك في هذا التقرير، وهو أنه المواطن العربي يبحث عن الديمقراطية، عن الاستقرار، عن العيش الرفاه والكريم و ولكن كاين هذا التفاؤل أو هذا التمني، خليني نقول هو كالشجرة التي تحجب الغابة. اليوم في الوطن العربي هناك عديد المشاكل سنأتي تباعا عليها، ولكن بداية الإثارة العام لهذه الدراسة للمؤشر العربي ل 2014، من يقوم بهذه المهمة من ناحية الشكل والمحتوى، في ماذا يتمثل هذا المؤشر، ثم ما هي أهدافه بإيجاز، حتى نمشي أكثر إلى لغة الأرقام لهذه الدراسة. شكرا جزيلا وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. البداية، المؤشر العربي هو استطلاع رأي يتم من خلاله إجراء مقابلات وجاهية مع المواطنين العرب من خلال عينات ممثلة للمجتمعات المختلفة. في عام 2014 أجرينا هذا الاستطلاع مع 15 مجتمع عربي، 14 مجتمع عربي إضافة إلى عينة من اللاجئين والمهجرين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وشمال سوريا نتيجة للظروف الصعبة الموجودة في سوريا. في الدخول إلى سوريا من الصعب إجراء الاستطلاع في داخل سوريا، منطقة صراع كما تعلم. ماذا يعني المؤشر العربي؟ المؤشر العربي يريد أن يقيس اتجاهات الرأي العام العربي نحو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالذات نحو اتجاهات المواطنين نحو الديمقراطية. هل المواطن العربي يؤيد الأنظمة الديمقراطية؟ هل هنالك قيم ديمقراطية لدى المواطن العربي؟ هذا واحد من القضايا الأساسية. القضايا الثانية الأساسية، مدى المشاركة السياسية والمدنية للمواطنين في المنطقة العربية، هل يقومون بالمشاركة السياسية والمدنية؟ واحد من القضايا الأساسية التي طورت، نحن بدأنا في هذا الاستطلاع عام 2011، عام الثورات العربية، عام الربيع العربي، فكان هنالك دائما قسم يتناول موضوع الثورات العربية وتطوراتها وتقييم هذه الثورات العربية وتطورات الربيع العربي. أيضا هنالك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالعلاقة ما بين المواطن والدولة، ما بين المواطن والحكومة، ما بين المواطن ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية من جهة، والمؤسسات المدنية من سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. إلى أي درجة هذه العلاقة، كيف يرى ما هي تصورات المواطن العربي حول هذه طبيعة العلاقة بينه وبين الدولة؟
إضافة إلى جزئين أساسيين في المؤشر العربي، الجزء الذي يتناول موضوع الدين والتدين، نحن نعلم أن هنالك حديث كبير وأحيانا يختلط ما بين الدين والحركات السياسية الإسلامية ومن ثم الحركات الجهادية، وتختلط جميع هذه المصطلحات مع بعضها، وأحيانا يستخدمها المثقفين حتى ليس المواطنين فقط، بين المثقفين والنخب كأنها مترادفات. فنحن نقيس أثر التدين والدين في المنطقة العربية وأثره على الاتجاهات السياسية لدى المواطنين في المنطقة العربية، وأخيرا اتجاهات المواطنين نحو العلاقات الإقليمية والعلاقات العربية العربية ومصادر التهديد لأمن المواطن العربي. نحن نقوم بإجراء هذا من خلال أفضل أساليب العينات المستخدمة عالميا، وهو ما يسمى العينة الطبقية العنقودية متعددة المراحل، وحيث تكون فيها نسبة الثقة تزيد عن 97% إلى 98%، وهامش الخطأ بين 2 إلى 3%. فقط نحب نبسط ممكن شوية المفاهيم اللي عندها بعد تقني. المؤشر هذا خدمته فيه على عينة من المجتمعات العربية، العينة هذه أنت قلت عندها هامش ممكن الخطأ ضئيل برشا، فسر لنا حتى المشاهد التونسي اليوم يفهم نبسط الأمور شوية. يعني هو خاصة لأنه موضوع الاستطلاعات هو موضوع جديد في المنطقة العربية، ودائما هنالك تساؤل ماذا يعني استطلاع الرأي، وخاصة أنه الإعلام كمان أحيانا يذهب الصحفيين أو الإعلاميين، عم بحكي الآن من محطتكم، يذهبون إلى الشارع ويقابلون 5 أو 6 أفراد ويقولوا مثل سبر آراء أو استطلاع آراء المواطنين. نحن عندما نتحدث عن استطلاعات الرأي، نحن نتحدث عن استطلاعات الرأي المرتبطة بالعينات، وهي جزء لا يتجزأ من علم الأحصاء. بتفسير أنا دائما أخذ هذا المثال، عندما تذهب عندك إشكالية مرضية تريد أن تفحص شيء، أنت تذهب إلى المستشفى إلى المشفى، ما بيأخذ الدكتور كل الدم اللي موجود عندك، بأخذ عينة من الدم ويقوم بتحليلها، ثم يقول والله عندك هذه المشكلة الفلانية أو المشكلة هذه أو المشكلة هذه. ماذا نفعل نحن؟ من خلال كل تعداد سكاني يجري في كل بلد من البلدان، تقسم جميع المساكن والسكان في كل دولة إلى ما يسمى عناقيد أو كلاسترز. هاي الكلاسترز تتكون ما بين 100 إلى 120 منزل، ثم تجمع في لائحة كبيرة، ويتم اختيار عندما نقوم بالعينات نختار عينات كلاسترز. يعني مثلا نفترض أن تونس العاصمة فيها 10% من سكان تونس أو 20% من سكان تونس الكلي، نفترض أنه 20% من العينة 10%، إذن 10% من العينة يجب أن يكون من تونس. لنفترض أنه حي النصر يمثل 1% من كل سكان تونس، إذن يظهر معك 1% من عينتك في حي النصر. لنفترض بنعروس ولاية ثانية، صح؟ ولاية واحدة، ولاية بنعروس. بنعروس. لنفترض أنه لافايات فيها مثلاً 3% من سكان تونس العاصمة، يظهر معك في العينة من خلال المعادلات الإحصائية والمعالجة الحاسوبية 3% من عينة تونس العاصمة من اللافايات، وتكون هذه مقسمة على حسب الأعمار بشكل متناسب وعلى حسب المستويات الاقتصادية المختلفة. واضح، معناها العينة التقريب فيها شمولية من ناحية الأعمار، من ناحية لربما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، حتى تكون معناها اسمها هي عينة نموذج ومثال. نعم. نقدم شوية في حديثنا سي محمد، وهو المواضيع اللي حاولت تطرحها على المواطن العربي تمثلت في مواضيع سياسية بالأساس أو اجتماعية أو اقتصادية، لأنه تقريب وقت أنا نقرأ لهنا في الورقة أو الوثيقة اللي أعدتها، تقريب هناك تغلب المواضيع اللي عندها بعد سياسي. نعم. أكثر منه اجتماعي. نعم. اقتصادي. أعطينا على شنو المواضيع اللي خدمتوا عليها مع المواطن العربي؟ يعني مثلا في موضوع الديمقراطية كان في عندنا مجموعة من الأسئلة عن موضوع المواطنة،
عن موضوع التسامح، عن موضوع القبول بالآخر، عن الأنظمة السياسية المختلفة التي يود المواطن أن يعيش تحتها. وهنا يعني هنا لندخل بالتخصيص، يعني مثلا واحد من الأسئلة، نحن نريد أن نعرف إلى أي درجة المواطن في المنطقة العربية هو مواطن منحاز إلى الديمقراطية أو عنده قيم ديمقراطية. ابتدأنا في سؤال ما هو تعريف الديمقراطية، وطرحنا هذا السؤال من خلال السؤال المفتوح، أنه بسؤال مفتوح ما هو أهم شرط يجب أن يتوافر حتى نقول أن هنالك بلد ديمقراطي، واخترنا هذا السؤال المفتوح بدون خيارات مسبقة من أجل عدم توجيه المستجيب أو التأثير عليه. سؤال مفتوح، واضح. سؤال مفتوح. جمعنا أكثر من 22 أو 23 ألف استجابة من المواطنين في المنطقة العربية، ثم قمنا بتجميعها وتصنيفها. ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أنه 81% من مواطني المنطقة العربية قادرين أن يقدموا تعريف ذا محتوى ومفهوم للديمقراطية. أنا بعتقد هذه النسبة ربما تقوم يعني تتجاوز أو تساوي النسب الموجودة في السويد أو بريطانيا من خلال الاستطلاعات المشابهة. ماذا يعني؟ يعني أن كل بعض النخب التي تقف ضد الديمقراطية أو بعض الأنظمة التسلطية التي تقول أن المواطنين لا يفهمون ما هي الديمقراطية، الاستطلاع يقول هذا غير صحيح. لكن تعريف المواطنين العرب للديمقراطية متباين، حيث أن الثلث تقريبا عبروا أن الديمقراطية هي الحريات السياسية والمدنية والحريات العامة ومن ضمنها الحريات الشخصية. لكن هنالك 24% كانوا يتحدثون عن العدل والمساواة، وهذا مفهوم تقدمي، وأنا بعتقد أن العرب يجب أن يكونوا فخورين به. يتحدثوا عن العدل والمساواة بمعنى عدم التمييز بين المواطنين من ناحية، والعدل بينهم أمام القانون من ناحية سيادة القانون، إضافة إلى تعريفات أخرى مثل إنشاء نظام ديمقراطي. لماذا نحن مهتمين في هذه القضايا؟ لأن هذه القضايا أساسية ويتم نقاشها من قبل النخب ومن قبل الإعلام دون أن نعرف رأي المواطنين العاديين الموجودين في مختلف الأماكن، ولذلك نحن نسلط أو نركز على هذا الموضوع. نحن نعرف أن هنالك منظمات اجتماعية واقتصادية، حتى منظمات دولية تقوم باستطلاعات دورية حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالذات، لكن الموضوعات المهملة هي القيم الديمقراطية، دور الدين، تقييم الرأي العام للحكومات، تقييم الرأي العام للسلطة التشريعية. هذا جزء من اهتمامنا في هذا الموضوع. واضح. دونك إذا لخص سي محمد، وأنه تقريب فما وعي عربي على حسب العينة اللي خدمت عليها، وأنه فما وعي المواطن العربي بأهمية مسألة الديمقراطية، الاستقرار السياسي، وأعطوا تقريب مفهوم شامل لكونسيبت مفهوم الديمقراطية. نحب نرجع معاك على بعض المواضيع اللي بحثتوا فيها سي محمد، وهي مثلا مسألة الربيع العربي. من غير ما ندخلوا برشا بالأرقام، أنت تعطينا لربما الانطباع نتاعك، انطباع علمي من خلال هذه الدراسة. هل أنه اليوم المواطن العربي في أغلب الدول العربية اللي شملها هذا الصبر أو هذا الاستطلاع متفائل اليوم بالربيع العربي اللي بدأ من تونس مرورا بليبيا ومصر وصولا إلى سوريا؟ هل أنه مازال يؤمن بما بين ظفرين الربيع العربي، أو لربما متشائم يقول لك خدعة أمريكية صهيونية اللي نسمع فيه على مستوى هذه البلدان؟ خليني أبدأ بالأرقام، معلش. 3% فقط من الرأي العام العربي يعتقد أن الربيع العربي هو مؤامرة خارجية صهيونية أمريكية إسلامية، تعرف يعني مرات بجمعوا الله خليك حتى المتناقضة. فقط حتى نكونوا دقيقين إلى أقصى حد، لربما كي تقولي 3% من المواطنين العرب يعتقدوا أن الربيع العربي هو مؤامرة من خارجية. من الخارج 3% على أي عدد؟ العدد الجملي، على العدد الجملي اللي هو حوالي المستجوبين، المستجوبين اللي هو بحدود 27,000. يعني 3% من الرأي العام العربي مؤمن أو يعتقد أن الثورات العربية هي نتاج مؤامرة خارجية. تقريب 9,000 مواطن عربي على 27,000. لا، 3% على عدد جملي قديش؟ على 27,000. ثلاثة بالمئة بوصلش 9,000. يعني 3% يعني 30 في 10 300 بحدود 900. يعني بالآخر إنه
إذا بدك تحكي أنه عدد السكان العالم العربي 300 مليون، ممكن أنه تحكي أنه 3%، يعني ممكن تحكي 3 مليون من العالم العربي مؤمنين، 9 مليون من العالم العربي مؤمنين بأن هذه الثورات هي مؤامرة خارجية. هذا في البداية علشان نحسم هذه القضية. اليوم تقييم الرأي العام العربي نحو الثورات العربية والربيع العربي منقسم. هذا الانقسام ليه؟ لحالات الصراع الشديدة والمريرة الموجودة في كثير من البلدان العربية، ويذكر المواطنين العربية من خلال الأسئلة المفتوحة، بحكي لك الصراع في ليبيا، الصراع في سوريا، الصراع اللي موجود في اليمن، عدم استقرار الأوضاع في مصر، الاستقطاب، حالة الاستقطاب الموجودة في مصر. تقيم الربيع العربي منقسمين بين سلبي وإيجابي، لكن اللي بيحكوا سلبي لا ينطلقوا في تقييمهم السلبي من موقف معادي للثورات. أخذنا 3%، يعني 9 مليون من 300 مليون، البقية هم ليس لديهم موقف معادي من الثورات العربية لكن تقييمهم سلبي. في عندهم تقييم، نصفهم تقييمه سلبي ونصفهم تقييمهم إيجابي. لكن هل في عندهم أمل؟ نعم لديهم أمل، ولذلك عندما وضعنا عبارتين أنه هل الربيع العربي يمر في مرحلة تعثر لكن سوف ينجح في النهاية، الأغلبية ذهبت إلى أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر. إذن في أعماق المواطن في المنطقة العربية ونتيجة لإيمانه بأهداف الثورات العربية هو يذهب إلى أنه سوف يحقق أهدافه في النهاية. فهنا الفرق، يعني هنا في أن التقييم، في تقييم الحالة قد تكون سيئة. زي مثلا بتسأله كيف الوضع الاقتصادي في تونس، 50% بقول لك الوضع الاقتصادي في تونس سيء، 50% بيحكي الوضع الاقتصادي جيد. طيب تتوقع أنه يتحسن؟ ممكن 70 أو 80% يقول لك بتحسن. إذن في حالة تفاؤل، إذن في مؤشرات، ولها علاقة يعني بالسايكولوجيا، لها علاقة بأشياء يراها وانطباعات. نتقدم شوية بسرعة شوية سي محمد في حديثنا. مثلا مسألة أخرى نحب نقف عليها، وهي مثلا بعد هذه التجربة للربيع العربي واللي دامت 3 سنوات تقريبا طوال، هل أنه المواطن العربي مازال داعم للحركات الإسلامية السياسية وأنه تمشي أو تتجه نحو السلطة، وإلا تكون فقط كمعناها ناشط سياسي في الساحة السياسية اليوم؟ هل أنه فما رفض للإسلام السياسي خلينا نقول، ولا لا سي محمد؟ في حقيقة الأمر اللي أظهر الاستطلاع الرأي أن هنالك مخاوف وقلق من الحركات الإسلامية السياسية من ناحية، وهنالك مخاوف وقلق من الحركات العلمانية. ماذا يعني؟ حتى الحركات العلمانية حتى الحركات العلمانية، يعني مثلا 37% لديهم مخاوف وقلق من الحركات العلمانية، مقابل 47% ليس لديهم مخاوف. كويس. وهنالك تقريبا 43% لديهم مخاوف من الحركات الإسلامية السياسية، و 41% ليس لديهم مخاوف. يعني في انقسام. ماذا يعني هذا؟ يعني إذا نريد نحن أن نسير في التحول الديمقراطي على الحركات العلمانية والحركات الإسلامية أن تتوصل إلى توافقات على الأقل الحد الأدنى أو المصلحة الوطنية، من أجل أن تسير الديمقراطية أو التحول الديمقراطي والعملية السياسية إلى الأمام، بدون هذا التوافق سيبقى استقطاب في المنطقة العربية يعيق التحول الديمقراطي. مهم برشا حديثك سي محمد، لأنه في الحقيقة كلام مهم أنا استرعى اهتمامي، وأنه هناك زاد رفض الحركات العلمانية والحركات الإسلامية السياسية، بالتالي هل أنه نجيبه نظام سياسي جديد ولا لا؟ ولكن أنت قلت يلزم العمل بالمجموعتين، كالطرف العلماني والطرف الإسلامي، إن شاء الله في يوم ما نوصلوا أنه نعملوا هذا التزاوج السياسي ما بين العلمانية والإسلام السياسي. خليني نقول نقطة أخرى، مثلا خدمت على موضوع هو الإطاحة أو دعم نظام بشار الأسد. اليوم فما انقسام حتى ما بين الدول، إيش كان الجواب سي محمد؟ أغلبية المواطنين في المنطقة العربية بحدود 70% هم مع أن يتنحى بشار الأسد عن السلطة، مقابل 16% فقط في المنطقة العربية لا يريدون تنحي بشار الأسد، والبقية لا أعرف أو رفضوا الإجابة. بمعنى آخر أغلبية المواطنين في المنطقة العربية، يعني لما نيجي نحكي 70% هنالك توافق، يعني أوباما ما بفوز ب 70% من الأصوات. أكيد. إذن
في 70% من المواطنين في المنطقة العربية يقول يجب أن يتنحى بشار الأسد. لماذا يتنحى بشار الأسد؟ أول سبب للمجازر التي ارتكبها أو الذي كان له دور فيها. ثاني سبب لأنه هو سبب الأزمة الحالية في سوريا. ثالث سبب أن لا حل في سوريا بوجوده. رابع سبب أن هذه مطالب الشعب السوري. وباي ذا وي يعني في هذه النقطة بالذات كثير من التوانسة لما سألناهم لماذا يريدون تنحي بشار الأسد كانوا يقولون أنه هذا مطلب الشعب السوري ومن حقه أن يحقق مطلبه، بالإضافة إلى أن النظام بشار الأسد من قبل الرأي العام العربي هو نظام ديكتاتوري وفاسد وإلى آخره من هذه القضايا. ربما المؤشر الذي تعمل عليها المخابرات الأجنبية في الإطاحة بنظام بشار الأسد، لأنك تقول لي 70% تقريب على المستوى العربي من المواطنين يقولوا لك وأنه نحن مع الإطاحة بنظام بشار الأسد، فمهم جدا كرقم نتصور إلى المخابرات الأجنبية خاصة أمريكا وإسرائيل. أنا لا أعتقد أنه مهم، لأنه إحنا في استطلاع 2012-2013 كانت النسبة التي تؤيد الإطاحة في بشار الأسد تقريبا 79%، يعني انخفضت النسبة في هذا السنة، لكن لا أحد يقرأ، لا يقرؤون هذه النسب. وأنت تعرف المخابرات الأمريكية والمخابرات لو كانوا يريدون فعليا وجديا الإطاحة في بشار الأسد لقاموا بالإطاحة في بشار الأسد، لكن على ما يبدو وجود بشار الأسد يحقق أهداف لهم. هي المصالح لكل بلد أو المصالح الإقليمية والدولية هي اللي تحكم في الآخر في أخذ القرارات على مستوى أقوى والدول والدول العظمى، خلينا نقول أمريكا ثم إسرائيل. آخر سؤال ليك سي محمد هو مادام نحكيه على إسرائيل، مسألة الاعتراف بدولة إسرائيل تقريب في مختلف المواضيع اللي قدمتها توا هناك تباين في الآراء ما بين المواطنين العرب، لكن في مسألة الاعتراف بدولة إسرائيل هل كان هناك تباين وإلا كان اتفاق على أنه وجب عدم الاعتراف بإسرائيل؟ هنالك شبه إجماع على عدم الاعتراف في إسرائيل يصل متوقع تقريبا 84%، وهذا متوقع، لكن والسنة اللي ماضية كان بحدود 87% واللي قبلها كان تقريبا نفس النسبة. لكن المهم أنه سألنا في هذه المرة ومن ضمن السؤال المفتوح لماذا لا تريد الاعتراف في إسرائيل، لا يوجد لدى المواطن العربي موقف ثقافي أو يتحدث عن الاختلاف الثقافي أو موقف ضد اليهود يبرر عدم الاعتراف في إسرائيل. عندما يتحدث أنني أرفض الاعتراف بإسرائيل يتحدث عن طبيعة الدولة الإسرائيلية، على اعتدائها على الشعب الفلسطيني، على أنها دولة عنصرية، أنه كيان صهيوني لا يحب العرب أو يتعامل بفوقية مع العرب وبعنصرية مع العرب. إذن ليس هنالك أسباب، يعني ما يروج أن العرب لا يريدون الاعتراف بإسرائيل لأنهم ضد اليهود أو عندهم موقف ضد اليهود أو ضد السامية بين قوسين، لأنه إحنا ساميين بالآخر، هو غير موجود عند الرأي العام العربي. وأنا بالنسبة إلي اندهشت وصدمت في النتائج، كنت بتوقع على الأقل يكون في 10 أو 15% بيحكوا عن هذا الكلام. النسبة الوحيدة اللي ممكن أن تبرر ثقافيا هي 5% من الذين رفضوا الاعتراف بإسرائيل قالوا لأسباب دينية. أقل من 1% من الذين، بحدود 5% من أيضا أو 7% من الذين وافقوا على الاعتراف بإسرائيل 7% برضو قالوا لأسباب دينية، قالوا يعني أنه في أكثر من مرة صار في صلح بين المسلمين واليهود وعليه يجب أن نعترف بهم. بإجاز وآخر كلمة لك سي محمد، هو نحن في تونس نعيب وأن بعض المؤسسات تقوم بعمليات لصبر الآراء وعمليات خلينا نقول علمية إلى حد ما، ولكن المآل متاعها في الآخر هي الأدراج، معناها في الأرشيف. نعم. مآل المؤشر العربي لسنة 2014 واللي بديتوه في 2011 شو هو المآل متاعه؟ لأنه هناك تعاون مع حكومات أو بعض الحكومات العربية للعمل عليه لأي أغراض وإلا لا؟ بإجاز الله. احنا في 2014 قمنا هذا الاستطلاع في بداية جانفي وخلصناه في جوليا ونشرناه مباشرة في 300 صفحة ووضعناه على الموقع الإلكتروني وزودنا الصحافة والإعلام به والمؤسسات والحكومات. نتمنى من صناع القرار أن يأخذوا هذا المشروع بشكل جدي لأنه يمثل أساس لصناعة السياسات والاستبصار به. وبما أنه هذا آخر سؤال يجب أن أقول شيء
أنه نحن عندما نعلن هذا المؤشر من تونس، وأقولها مرة أخرى أن تونس أهدتنا الربيع العربي الذي أدى إلى الحرية وإلى الانفتاح وإلى أن يستعيد المواطن العربي حقوقه أو التعلم للمطالبة في حقوقه. واليوم أنا أعتقد أن تونس تقدم لنا نموذج مخالف لما يجري في ليبيا أو سوريا أو مصر، بأن يمكن التوافق بين القوى السياسية المختلفة على انتقال ديمقراطي وتوافق وطني، وهذا مهم بالنسبة لنا. مهم، والأهم وأنه زاد إن شاء الله الاستقرار يسود أغلب على الأقل دول الوطن العربي. يا رب، هذه دعوتنا الناس الكل. على كل، شكر كبير سي محمد المصري، منسق وحدة استطلاع الرأي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرة أخرى شكرا لك، وشكرا على تلبية الدعوة. نتقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. 2015. آمين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله رب يعطينا طول العمر ويجيب أحلانا في تونس. شكرا. إذن هكا نوصلوا إلى نهاية الجزء الأول. نرجع بعد شوية بعد فاصل نحكيه على الاقتصاد في تونس، وبالتحديد مسألة الجبائي. موضوعنا باش يكون إن شاء الله الإصلاح الجبائي في تونس، متى وكيف يكونوا ضيوفنا إن شاء الله خبراء في الاقتصاد، معز الجودي وكذلك فيصل دربال، ونأمل كذلك في أنه وزير الاقتصاد والمالية سي حكيم بن حمودة كما وعدنا إن شاء الله ينجم يخلط علينا وينهي مشاركته في مجلس وزاري لليوم إن شاء الله.